الذي تعيشه خاصة وأنها مريضة ولا تستطيع العمل، وقالت إن أبنائها يعيشون على بقايا النفايات ومن بيع الصفائح المعدنية. حب اعتاد عليه بنو البشر سيما الآباء والأمهات في احتضان أبنائهم إلى أن يبلغوا سن الاعتماد على أنفسهم في إدارة شؤون الحياة، طبيعة رافقتهم لتمثل لنا أروع صور الحب والإنسانية، لكنها اختلفت مع أسرة أم أمير التي كانت تجسيدا حيا لواقع المعاناة من الفقر وشظف العيش الذي أثقله عليهم والدهم بعد أن هجرهم مع أم مريضة لا تعرف كيف تتخلص هي وأولادها من مأزق الحرمان، لتعرض أبنائها الأربعة للبيع دون مقابل للتخفيف عنها في ظل رحلة مرضها المؤلمة. هاي الغراض يعني يجيبوها من الناس، يعني الناس تصدق عليهم، يعني غراض تعبانة ينامون عليها، أكل ماكو، يلمون يعني هاي الخبز يبيعوه، القواطي يشترونهم فشي ياكلونه. أنا مريضة بكلات اثنيناتين، يعني دائما يقولون على غسيل، ويعني دوم نايمة، حتى علاج والله العظيم ما عندي فلوس أشتري علاجي غالي. ابني مات يعني بقى هنا يعني 3 أيام 4 أيام، يعني ما عندي فلوس والله العظيم ما عندي فلوس أدفنه، يعني حاطته بس مقابلته وأبكي عليه، لما صار يعني هيجي يابس ازرق وحده، ما عندي فلوس ادفنه، انا والله ما عندي بلك، يعني واحد ياخذهم عيشهم ملجا مال ايتام، والله العظيم يعني مع المدام تتعارك وياهم، يعني تقول لهم انتم شنو جايين، ما عنده هذا يلبس له قميص مال اخوه صغير، يجيبوه من الزباله الملابس العتيقه تذبها الناس يلبسوها والله. بس ما عدنا احنا ندور بالزباله، المعلمه عطتنا هدوم، ابونا ما يجيب لنا، ندور بالزباله قواطي ونبيحين ونجيب لامنا خبزة. عيون شاخصة تنظر إلى أسرة أم أمير بألم وحسرة وتذرف الدموع تلو الدموع لتكون شاهدا حيا على معاناتهم من الضياع والتشتت لتضعف